هذا من اجل تنفيذ حكم قضائي بايقاف اشغال الجمع العام الانتخابي ديال جامعه كره السله. فاذا بنا كنتفاجئوا بالمنع ديالنا من الدخول من اجل تبليغ هذا الحكم القضائي وتنفيذه، رغم عده محاولات. حنا قرابه الساعه حنا واقفين هنايا ويتم منعنا فقط، هذا هو كل ما في الامر. في البدايه كنشكروا موقع ريحانه بريس على الحضور ديالو في هذا الجمع العام الغير قانوني. حنا جينا هنا مع المفوض القضائي باش التبليغ، لانهم في هذه الايامات اللي فاز باش نبلغوهم البارح والبارح لانهم كانوا سادين البيبان ديال الجامعه، وحتى واحد ما كاينش اللي استجب، ما كانش اللي يطلب. جبناها في هذا النهار ديال الجمع العام، رغم اننا وصلنا له بالايميل الحكم، واكثر دليل على ذلك لان السيد نهار الثلاث توصل باستدعاء للحضور للجلسه، وجا نهار الاربعاء المحامي ديالو والخميس ودار اجوبه واعطى وريقات باش كيدافع على راسه، الا انه نهار الجمعه خرج الحكم لصالحنا وتوصل بالحكم من باش ما كيقولش شي واحد انا ماشي في علمي. هذا هو كان شي حكم اللي هو غيابي، نقول هذا حكم حضوري لان السيد جا الموكل ديالو ودلا بالوريقات ديالو، هو كيبغي يتحدى هذا الحكم هذا لان عنده مشاكل، عنده مشاكل كثيره ماديه، وحتى نقولوا كاين عنده انحياز لواحد الطرف الاخر والاقصاء الفرق واقصاء مناطق الفرق الصحراويه، فرق من المغرب كلها تم الاقصاء ديالها. حنا جينا نبلغوه دابا، انتم كتشوفوهم سادين عليهم الباب، السكيورتي كيقول له ما كاين حتى واحد، يعني هذا الرئيس شكون غادي يترأس هذا الاجتماع هذا في جوج ونص؟ شكون غادي يترأسه؟ إلا ما كانش هو رئيس اللجنة اللي خصو يترأسه، مع العلم أن اللجنة قدموا استقالة منها ثلاثة بالفساد اللي كاين فيها، ثلاثة قدموا استقالة منها، بقاو ثلاثة، باغي يرمي، ما عطينا تقرير مالي، ما هو حتى القانون الأساسي اللي هو غادي يتم به هذا الجمع العام، فهما تم الرفض ديالو من الأمانة العامة للحكومة، ورغم ذلك بغى يشتغل به ولكن كيشتغل على هواه. هناك عدة بنود ما طبقاتش، ما كايناش، المدة ديالو الصلاحية ديال هذا رئيس هذه اللجنة عندها ثلاث شهور سالات، يعني ما فيهاش تمديد، فيها تعيين الفصل 31 باين فيه تعيين لجنه مؤقته من اجل تسيير النشاط الرياضي وعقد جمع عام انتخابي. السيد ثلاث شهور دازت ما كانش تعيين اخر، يعني الصلاحيات ديالو اللي كيديرها دابا ولا هذا الفوضى واللي كيتحدى هذا الحكم، هذا الحكم راه جاش منطوق منها. الا كانت هذا الحكم الناس بقات تجي الحكم والدور في البيبان، يعني شنو هو هذا الحكم اللي باسم صاحب الجلاله كيجي وكيصطم عليه هذا السيد هذا؟ يعني هو واش هو فوق القانون؟ واش عنده شي دعم؟ واش عنده شي يعني هذا راه واحد الخرق كبير، واحد الفوضى كبيره داير هذا السيد هذا الرئيس هذه اللجنه. هو ما باغيش يتحاسب، وحنا راه ما غاديش نطلقوه من الحساب وغنتابعوه شخصيا هو، لانه كيصطم على هذا الحكم هذا اللي هو ديال الفريق ديال العيون والفريق الاتحاد الرياضي التازي. حنا جينا غير نبلغوا الحكم كرة السلة، خصنا غير يجيو يتسلم الحكم ديالو، ما كنقولوش شي حاجة، يتسلم الحكم. السيد مخبى على الداخل، هانتوما كتشوفوا في الباب حاط لي سيكيريتي ما مخليش المفوض القضائي، هادي ساعة ونص هو تما، واش شنو بغى؟ بغانا باش نديروا الفوضى؟ حنا ماشي ديال الفوضى، ديال القانون وملقانا في القانون، ويكون على علم على أنه واخا يتم هذا الجمع العام، راه كاين حكم قضائي هذا، راه ما غياخذ لا وصل، أي رئيس طلع ما غياخذ لا وصل، لأن ما واش ما فهمتش انا كيفاش هاد الناس كيفكروا، حتى هاد الناس اللي كيحضروا واللي كيترشحوا كيفاش كيفكروا؟ واش كاين واحد الحكم ديال ايقاف الجمع العام اللي غادي ينعقد في 20/12/2020، يعني كل ما غادي ينبثق على هاد الجمع العام فهو باطل، وكيضيع المال العام دابا، داير تريتور، داير سيكيورتي، داير ليباج، هذا المال العام مازال نتابعوا لانه الحكم توصل به وما بغاش لان عنده هدف اخر، وشكرا.